على الجانب الآخر هناك من يدعي أن العلم والدين في علاقة استقلالية independence، إن من الممكن تواجدهم في حالة وجود سلمية لأنهم مستقلين عن بعضهم بصورة تمنع الصراع والصدام. في عدة طرق لتطوير نماذج استقلالية للعلاقة بين العلم والدين، أهمها أننا نجادل أن كل من العلم والدين من غير الممكن أن يتقاطعا، لأنهم بيعالجوا كائنات من أطر مستقلة تماما. على سبيل المثال، من الممكن أننا ندعي أن الدين بيهتم فقط بطبيعة الأمور الخارجة عن العالم الطبيعي supernatural، في حين أن العلم مهتم فقط بتفسير ووصف الظواهر والكائنات في إطار العالم الطبيعي natural world فقط. تحت الرؤية دي، الدين بيعتمد على الوحي السماوي أو التجربة الدينية اللي إخبرنا فقط عن الله، ملائكة، الحياة الآخرة إلى آخره. أما العلم بيعتمد على التجربة الحسية اللي إخبرنا عن طبيعة الكائنات والعالم المادي. طريقة أخرى إننا نجادل إن الدين بيركز على التجربة الدينية الفردية للفرد، في حين إن العلم بيركز على كائنات التجربة الحسية اللي بنتعامل معاها في العالم. اللاهوتي الألماني من خلفية لوثرية رودولف بولتمان جادل إن في حين إن الوحي الديني عادة ما بيطرح ادعاءات مبتدا عالم الطبيعي، إلا إن هذه الادعاءات دينية فقط، من حيث إنها تؤثر على الطرق اللي بتتحول بها حياة البشر عن طريق الأنماط اللاهوتية لتصور الوجود معنى البشري، وهكذا لا تكشف هذه الحقائق عن العالم الطبيعي رغم إنها تبدو هكذا في بعض الأحيان. وبالتالي لما بنقرأ قال الله فليكن هناك ضوء وكان هناك ضوء، النص لا يؤكد حقائق عن علم الكونيات، بل بيخبرنا ان الله هو خالق ورازق كل شيء. طريقة اخرى لتصوير النموذج ده هو اننا نجادل ان العلم والدين لا يختلف من حيث طبيعة الاشياء محل التركيب، لكن من حيث الطرق methods والغايات aims. طبقا للنموذج ده، العلم والدين من الممكن ان يناقشا نفس الشيء، لكن الطرق المستخدمة مستقلة ومنفصلة، وبالتالي لا يوجد مجال تقاطع ما بينهم. على سبيل المثال، العلم في النموذج ده من الممكن أن يفسر الكائنات الموجودة في العالم الطبيعي ولماذا تتصرف على نحو ما. على الجانب الآخر، الدين يفسر كيف يقدم الله غاية للكائنات من خلال العالم الطبيعي اللي بتوجد في إطاره. العلم بيوظف الملاحظة التجريبية والنظريات المحققة علميا لتفسير طبيعة الموجودات، الطرق والعلاقات السببية اللي بتفسر لماذا تتصرف الكائنات على نحو ما. أما الدين على الجانب الآخر، بيوظف التجربة والوحي الديني لاكتشاف المعنى والغاية من الوجود في العالم الطبيعي. الرؤية دي دافع عنها عالم الأحياء التطورية الأمريكي ستيفن جاي جولد في كتاب صخور العصور Rocks of Ages، نشره سنة 1999، وجادل إن العلم والدين بيمثلوا مصادر لتعاليم مستقلة السيادة، بحيث إن العلم بيغطي عالم الحقائق التجريبية، جاوب عن أسئلة على غرار ما هي طبيعة الكون ولماذا يعمل بتلك الصورة. أما الدين على الجانب الآخر بيشمل أسئلة المعنى الغائية ultimate meaning والقيمة الأخلاقية moral value، وضرب مثال بعملية الاستنساخ cloning، وجادل إن العلم على سبيل المثال هيستخدم الطرق تجارب الملاحظات والفرضيات العلمية لتحديد كيفية عمل الاستنساخ. أما الدين هيستخدم التنظير الفلسفي واللجوء للسيادة الإلهية لتحديد الحدود الأخلاقية لعملية الاستنساخ، بالإضافة لأن العلم هيركز فقط على الجانب الفيزيائي لعملية الاستنساخ. بمعنى آخر، هيجاوب على الأسئلة المتعلقة بمجالات الأحياء والكيمياء، في حين أن الدين هيركز على الجوانب الأخلاقية والوجودية. وبالتالي العلم والدين مجالين مستقلين غير متقاطعين بالنسبة لجولد، وأطلق على رؤيته دي مصطلح نوما. لكن علشان نظريته تكون صحيحة، لابد أن الادعائين التاليين يكونوا صحيحين. 1- الدين لا يطرح أي ادعاءات طبيعية أو تجريبية عن العالم حتى وإن طرحت النصوص الدينية تلك الادعاءات. 2- العلم لا يطرح أي ادعاءات بخصوص ما وراء الطبيعة أو القيم الأخلاقية. لكن للأسف الادعائين دول غير قابلين للتطبيق. الادعاء الأول بيفرض على الدين عدم طرح أي ادعاءات طبيعية أو تجريبية عن العالم الطبيعي، لكن على سبيل المثال لما المسلمين بيأكدوا أن رسول الإسلام محمد صعد إلى السماء في رحلة الإسراء،
أو لما المسيحيين بيدعوا إن المسيح عاد للحياة بعد الموت، في الحالة دي هم بيصنعوا ادعاءات عن العالم الطبيعي. وبنفس الصورة لما بيدعي أي إنسان مؤمن طبقا لتعاليمه الدينية حدوث أي ظاهرة في العالم الطبيعي مثل الخلق، تحويل الماء لخمر، شق البحر إلى آخره كنتيجة لتدخل إلهي، فهو بيصنع ادعاءات عن كيفية عمل الكون اللي طبقا لتفسير جولد خارج إطار طرق وغايات الدين. وبالتالي طبقا لتفسير جولد لابد أن المسلمين المسيحيين واليهود يتخلوا عن اعتقاداتهم اللي من هذا النوع. الادعاء الثاني هو أن العلم لا يصنع أي ادعاءات أو فرضيات بخصوص ما وراء الطبيعة أو القيمة الأخلاقية، لكن حتى وإن كان هذا الادعاء صحيح بخصوص القيمة الأخلاقية لا يوجد لدينا سبب يدعو للاعتقاد في صحته بخصوص ما وراء الطبيعة. زي ما شفنا في الحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين، كتير من الجدليات المطروحة سواء لإثبات أو رفض وجود الله عادة ما بتبدأ من حقائق علمية نتيجة لملاحظاتنا التجريبية. على سبيل المثال، لو اكتشفنا أن هناك نوع من الضبط الدقيق فاين تيونينج في الكون، أفضل طريقة لتفسيره هي اللجوء لكائن ذكي خارج حدود الطبيعة. إذن الأدلة التجريبية قد يكون لها تأثير مباشر على الاعتقاد الديني. الطريقة الأخيرة لفهم العلاقة بين العلم والدين هي العلاقة التكاملية integration. تحت الرؤية دي بيتم النظر بعناية لكل من الصراع بين العلم والدين وكذلك تأثير كل منهما على الآخر. في عدة صور من الرؤية التكاملية، أشهرها مدرسة اللاهوت الطبيعي natural theology اللي حاولت تقدم أدلة على وجود الله من الطبيعة. وزي ما شفنا في الحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين، الاكتشافات الأخيرة في علم الكونيات فيزياء الكم وفروع أخرى من العلم قدمت مادة جديدة لمنظري مدرسة اللاهوت الطبيعي لتطوير جدليات جديدة لإثبات وجود الله قوامها الأساسي هي النتائج العلمية. سواء كانت الجدليات دي ناجحة أو صحيحة من عدمه مش موضوعنا هنا، لكن المهم هنا هو إن بالرغم من إن اللاهوت الطبيعي والعلوم الطبيعية لهما غايات أهداف طرق مختلفة، إلا أن نتائج بحثهم قد تقود لنفس الكائن. على سبيل المثال، زي ما شفنا في حلقة الحجة الكونية، الثوابت الفيزيائية الكونية تم استخدامها في جدلية لإثبات وجود مصمم عاقل مدرك لذاته خالق للكون أو الله في المعتقدات الدينية. نموذج آخر من الرؤية التكاملية هو العمل المنهجي تجاه عملية توليف العلم والدين، فلسفة العملية process philosophy اللي ناقشناها في الحلقات السابقة، عادة ما بترتبط بالرياضي الأمريكي ألفريد نورس وايتهيد والفيلسوف الأمريكي تشارلز هارتشورن كمثال لمدرسة فلسفية بتحاول بجدية دمج العلم والدين في منظومة ميتافيزيقية شاملة ومتسقة مع التطورات العلمية الأخيرة. بالنسبة لفلسفة العملية، الصورة التقليدية الكلاسيكية عن طبيعة الكائنات الثابتة الغير متغيرة تم استبدالها بأحداث ديناميكية بتتبع مسار تطوري. فكرة الجوهرية في فلسفة العملية هو إن كل شيء موجود ممثل بعملية بروسس، الفكرة اللي بتمتد أيضا لمفهوم الكائن كامل الكمال الله اللي بيعد أيضا عملية تحت نفس النظرية. وبترفض بشدة التصور اللاهوتي الكلاسيكي اللي فيه الله غير قابل للتغير immutable بسيط simple كامل القدرة omnipotent كامل المعرفة omniscient كامل المحبة omnibenevolent ومتناهي transcendent خارج حدود مجسم الزمكان. على النقيض، الله كائن ثنائي القطب tribolar بمعنى انه بيحتوي على طبيعة بدائية primordial اللي بتنظم الكون وطبيعة لاحقة consequent بتتفاعل مع العالم الطبيعي تغير بشكل دائم معه.